thank you الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهداه إلى الدين الأقوى مميزه بالعقل ليعرف الحق ويفهم والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبنائي وبناتي طلبت وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الفقه الحنفي أبنائي وبناتي جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل الأحكام عذبا وسلسله فمنهم بدور اربعه قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا من هؤلاء الاربعه الامام ابو حنيفه النعمان رضي الله عنه وارضاه ويعذرنا الامام الشاطبي رحمه الله في هذه الابيات التي يعني قد يعني اقتبصنا منها وغيرنا في بعض الفاظها أبنائي وبناتي الفقه الحنفي البعض بيستصعبه لكن هو فقه سهل ولذيذ وجميل وإن شاء الله بإذن الله مع حضراتكم على مدار الحلقات اللي هناخدها في المراجعة هنلف في كل الموضوعات اللي مقرر عليكم السنة دي وهنحل فيها الأسئلة ببساطة وبسهولة ركز معايا واستعن بالله ولا تعجز وقل ان الله تبارك وتعالى يريد بكم الخير ويريد بكم التوفيق، استعن وقل يا رب انصرني ولا تنصر علي. يا رب احمني ووفقني، كن لي ولا تكن علي، امكر لي ولا تمكر علي، يسر الهدى الي، ابنائي وبناتي، هيا بنا نبدا. السؤال الاولاني معانا النهارده بيقول عرف النكاح، عرف النكاح لغه وشرعا. الاجابه على طول أن النكاح في اللغة هو الضم والجمع أما النكاح في الشرع هو عبارة عن ضم وجمع مخصوص وهو الوط لأن الزوجين في حالة الوط ينضم كل واحد منهما إلى الآخر حتى يصير معا كشيء واحد طيب هو احنا النهاردة هنع... هن... هنراجع بس كتاب النكاح لا هنراجع كمان كتاب الرضاعة طب تعالوا كده ونشوف السؤال اللي بعده عرف الرضاعة لغة وشرعا الإجابة أبنائي وبناتي أن الرضاعة في اللغة هو المص وشرعا هو مص لبن آدمية في وقت مخصوص طيب تعالوا كده نرجع للنكاح تاني فيما يستعمل لفظ النكاح وما حقيقته وما الدليل الإجابة إن النكاح له معنيان يعني المعنى الحقيقي وهو حقيقة في الوط والمعنى المجازي فقد يستعمل لفظ النكاح في العقد مجازاً طب تعال نشرح الكلام دوت مع بعض كده علشان نبقى فاهمينه بشكل واضح إحنا بنقول إن إحنا عندنا معنيين معنى حقيقي ومعنى مجازي يعني معنى حقيقي ويعني معنى مجازي معنى الحقيقي هو أن نستعمل اللفظ فيما وضع له في استعماله أو في اصطلاح المتكلمين والأسد يعني أسد يعني الحيوان المفترس. طب نقول بحر يعني البحر الكبير اللي احنا بنشوفه زي البحر الابيض او البحر الاحمر او ما شابه ذلك، انما المعنى المجازي ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح المتكلمين بس عشان في علاقه ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فنقول الاسد عن الشخص الشجاع، ونقول البحر عن الشخص اللي عنده علم كبير، طب هنا لو قلنا كلمه النكاح المعنى الحقيقي ليها الوط فلو وردت في النصوص كلمة النجاح يبقى على طول معناها الوطن إنما في بعض الأوقات تستخدم بمعنى العقد بمعنى كتب الكتاب بس علشان يرد منها المعنى المجازي اللي هو العقد لازم يبقى فيه قرينة قرينة إزاي؟ أنا أقدر أعرف المعنى الحقيقي والمعنى المجاز إزاي؟ لو اللفظ جاء مطلقا يبقى المعنى الحقيقي اللي هو الوط، لو جاءت معه قرينة زي إيه يا أستاذ؟ زي إيه يا شيخ؟ زي لو قالوا مثلا لا نكاح إلا بشهود، ده نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهود بيكونوا على إيه؟ دي قرينة تدل على إن المراد العقد مش المراد الوط، زي ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح الا بشهود يبقى ده المراد العقد او زي ما يقول ربنا فانكحوهن باذن اهلهن هيستاذن اهلها في ايه؟ اكيد في العقد مش في الوط طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده اللي ممكن يجي لنا يقول لنا ايه؟ سؤال في الرضاع، السؤال بيقول ما مقدار الرضاع المحرم؟ ما مقدار الرضاع المحرم؟ الاجابه عند الحنفيه يثبت بقليله وكثيره. والدليل قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعناكم واخواتكم من الرضاعه مطلقا والسنه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل وقال صلى الله عليه واله وسلم الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم طب تعالوا نشرح الكلام ده برضه ونفهمه يعني ايه الكلام دوت احنا بنقول هل في عندنا مقدار محدد للرضاع المحرك يعني الجماعه الشافعيه مثلا يقولوا ان خمس رضاعات متفرقات الجماعه الحنبلة عندهم راي يقول لا ثلاث رضاعات متفرقات او مشبعات، لكن احنا عندنا في المذهب الحنفي وكذلك الجماعه الملكيه نقول ان الرضاع يثبت بقليله وكثيره، يعني يعني لو ان هذا الطفل ارتضع من هذه المراه مره واحده فقط صار ابنا لها، وحرم عليه ان يتزوج منها، وحرم عليه ان يتزوج من بناتها، وحرم عليه ان يتزوج من اختها، يبقى حتى لو وصل الى جوفه نقطه لبن واحده بس منها، طب ايه الدليل عندنا؟ قال لك لان القران الكريم قال: امهاتكم التي ارضعنكم من غير يعني تفصيل من غير فصل من غير ان يحدد عدد الرضاعات مطلقا من غير ما يقول وامهاتكم التي ارضعنكم ثلاثا ولا أماتكم التي ارضعنكم خمسا يبقى معنى كده التي ارضعته مره هي امه والتي ارضعته خمس مرات هي امه والتي ارضعته عشر مرات هي امه وكذلك النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع ما ينبت اللحم وينشوز العظم الرضاع لو كان قليل لو كان كثير حينبت اللحم وينشز العرض طب تعالوا كده ناخد سؤال تاني في كتاب النكاح احنا هننتقل بين النكاح والرضاع عشان نشوف اهم الاسئلة اللي موجودة في النكاح واهم الاسئلة الموجودة في الرضاع السؤال يقول ما حكم عقد النكاح وما الدليل على مشروعيته الاجابة أكيد عقد النكاح ده يا أبنائي عقد مشروع مستحب مندوب إليه يعني هو أعلى من المباح وأقل من الواجب هو مستحب هو مندوب إليه والدليل على ذلك أنه ورد عن ربنا ورد في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحه أمر والأمر يدل على الاستحباب طالما أنه لا يدل على الوجوب وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء برضو جاء بالأمر أما السنة برضو وردت فيها أوامره قوله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تكثر فاني اباهي بكم الامم يوم القيامه. وفي حديث ثاني يدل دلاله واضحه جدا على ان النكاح مستحب وسنه ومندوب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنصوص في ذلك كثيره والاثار فيه غزيره والاجماع على شرعيه النكاح اجمعت الامه الاسلاميه. لو انتقلنا ابنائي وبناتي الى سؤال مره ثانيه في الرضاع فنقول لك ما حكم ارضاع الصغير؟ ما حكم ارضاع الصغير؟ الاجابه ان ارضاع الصغير واجب. طب ليه واجب؟ احياء للولد، ما هو لو الولد ما ارضعلهوش حيموت طب جبته منين الكلام ده؟ الدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يرضعن هنا مضارع بمعنى الماضي يرضعن يعني ليرضعن يعني يجب عليهن إرضاع الصغير طب نرجع مرة تانية للنكاح ما أركان النكاح السؤال يقول ما أركان النكاح الله حضرتك بتنتقل ليه بينا بين النكاح والرضاع إحنا عايزين حضراتكم تكونوا مصحصحين معانا وفيئين ومركزين النكاح له ركن ركنان او له ركن واحد يعني الايجاب والقبول عايز تقول ان هو ركنه الايجاب والقبول او تقول يعني التراضي ينفع يبقى ركن واحد وهو الايجاب والقبول طب تعالى لي هنا عشان اقول لك واسالك واستفسر منك واقول لك هو يعني ايه الايجاب ويعني ايه القبول علشان ممكن يسالك كده ايه الفرق بين الايجاب والقبول هتقول له ان احنا كحنفيه على المذهب الحنفي يعني بنقول ان الايجاب ما صدر اولا والقبول ما صدر ثانيا يعني ايه مصدر اولا وما صدر ثانيا الاجاب والقبول هو لفظ من العاقد يدل على رضاه عن هذا العقد لو انه صدر من الزوج اولا يعني من الخاطب اولا يبقى اسمه اجاب ازاي هيقول له زوجني ابنتك طب والثاني هيقول له قبلت او يقول له زوجتك يبقى الذي صدر هنا من الزوج اسمه اجاب والذي صدر من الولي اسمه قبول طب ليه سمينا اللي صدر من الزوج ايجاب لانه صدر اولا وليه من اللي صدر من الولي قبول لانه صدر ثانيا طب افرض ان احنا عكسنا هينعكس يعني ايه يعني لو قلنا ان الولي هو اللي بدا هيبقى ايجاب والزوج هو اللي رد عليه هيبقى قبول لأن الإجابة ما صدر أولا إزاي الولي يبدأ يقول له زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان طب والثاني يقول له إيه يقول له قبلت يبقى مش مهم الزوج هو اللي قال ولا الولي هو اللي قال من قال أولا يصير هذا الكلام إيجابا ومن قال ثانيا يصير هذا الكلام قبولا طيب تعالوا نشوف سؤال تاني بما ينعقد النكاح بما ينعقد النكاح الإجابة وانت مغمض النكاح ينعقد إما بلفظين ماضيين كأن يقول له زوجتك ويقول الآخر تزوجت أو قبلت أو ده ماضي أهو زوجتك ده ماضي وقبلت ده ماضي تزوجت ده ماضي ده مضارع ولكنه بمعنى الماضي أو بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل مستقبل زي نقول زوجني ده طلب إوعى تقول أمر ده فعل طلبي ويقول الآخر زوجتك ده فعل ماضي يبقى إما بلفظين ماضيين أو بلفظين أحدهما للماضي والأخر للمستقبل طب السؤال ما الألفاظ التي ينعقد بها النكاح؟ هل في عندنا ألفاظ محددة للنكاح؟ عندنا الجماعة الحنفية متوسعين شوية في المسألة فيقولون أن النكاح ينعقد بالألفاظ الصريحة كلفظ النكاح والتزويج وبغير ذلك من الألفاظ كالهبة الذي يدل على النكاح لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. السؤال التالي أبنائي وبناتي ما الذي يشترط في النكاح وانت مغمض هتقول هو عندنا شرط مهم جدا في عقد النكاح وهو وجود الشهود اللي هيعملوا الإشهار فلا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور الشهود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بشهود ويكفي في الشهود حضور رجلين أو رجل وامرأتين طيب ميجي يسألك سؤال تاني لك إيه ما الذي يشترط في الشهود في النكاح؟ ما الذي يشترط في الشهود في النكاح؟ الاجابه على طول أن يشترط في الشهود اولا التكليف. يعني التكليف؟ يعني عقل وبلوغ. يعني لابد ان يكون الشاهد عاقلا ولا بد ان يكون الشاهد بالغا. الشرط رقم اثنين الاسلام في نكاح المسلم بالمسلمه. طب ما تشترطش العداله؟ قال لي لا لا تشترط العداله طالما انه في باب انعقاد العقد انا ما بتكلمش على آه ثبوتي أنا بتكلم على الانعقاد الانعقاد لا تشترط فيه العدالة يكفي في الشاهد أن يكون مسلما أن يكون بالغا سواء بقى كان رجل كان رجل وامرأة كان رجلين كان رجل وامرأتين كل ده جائز طب ممكن يسألني سؤال تاني قال لي آه إيه المنع أن يقول لك ما أقسام المحرمات من النساء ما أقسام المحرمات من النساء هتقول له على طول إن المحرمات من النساء سته المحرمات من النساء تسعه لكن هيقتصر منهم عندك على سبعه المحرمات بالقرابه المحرمات بالمصاهره المحرمات بالرضاع المحرمات بالجمع المحرمات عن طريق الطلقات الثلاث واحد طلق مرات ثلاث طلقات المحرمات بتعلق حق الغير المحرمات بالكفر وهنا لازم تتوقف معايا علشان اقول لك حاجه مهمه جدا هي ايه؟ خلي بالك ان انا عندي نوعين السبعة دول بينقسموا إلى نوعين نوع اسمه محرمات على التأبيد ونوع اسمه محرمات على التأقيد طب وفرق بينهم إزاي المحرمات على التأبيد السبب لا يزول وعشان كده هن محرمات على التأبيد ودول الثلاثة الأولين المحرمات عن طريق القرابة والمحرمات عن طريق الرضاع والمحرمات عن طريق المظاهرة دول محرمات على التأبيد يعني دي محرمة عليها عشان دي أمه طيب ما هتفضل النهارده امه وامبارح امه وبكره امه وبعد 10 سنين هي برضه امه انما المحرمات على التاقيت دي مش محرم عليها على طول ممكن السبب يزول فيزول التحريم ازاي دي دي محرمه عليها عشان دي زوجة الغير قالت على والمحصنات من المؤمنات يعني دي زوجة واحد تاني فينفعش انك تتجوزها وهي في ذمة رجل اخر طيب افرض ان السبب زال ازاي الرجل الاخر ده طلقها وانقضت عدتها يبقى من حقك انك تتزوجها لان السبب زال هذه المرأة ما ينفعش انك تتزوجها لانها اخت زوجتك قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين طب افرض ان زوجتك دي ماتت واردت ان تتزوج اختها جاز ازاي جاز مش ربنا قال وان تجمعوا بين الاختين المحرم الجامع مش المحرم الزواج من الاختين يبقى في محرمات على التابيد وفي محرمات على التأقيد طيب أول المحرمات على التأبيد هم القريبات أو التحريم عن طريق القرابة تعالوا بقى نسأل حضرتك ونقول لك ما أنواع المحرمات عن طريق القرابة السؤال مرة تانية ما أنواع المحرمات عن طريق القرابة الإجابة أبنائي وبناتي إن المحرمات عن طريق القرابة سبعة ومن غير ما تعدهم تقدر تجيب الآية وتحط أول سبعة في الآية هم دول المحرمات عن طريق القرابة من السبعة دول حرمت عليكم أمهاتكم أدي واحد وبناتكم ادي اثنين واخواتكم ادي ثلاثه وعماتكم ادي اربعه وخالاتكم ادي خمسه وبنات الاخ ادي سته وبنات الاخ الاخت ادي سبعه يبقى كده المحرمات عن طريق القرابه سبعه انواع طب السؤال الثاني هننتقل بقى الى كتاب الرضاع علشان نقدر كده نعمل يعني صحصحه لحضراتكم كده ونقدر نبقى مركزين لان اهم حاجه في الاوقات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نركز كويس في الاسئله علشان من الممكن ان تاتي هذه الاسئله في الامتحان باذن الله تبارك وتعالى. ما الحكم اذا اختلط اللبن بخلاف جنسه؟ طب تعال هنا الاول وافتكر معايا كده واحنا قاعدين مع بعض هو يعني ايه اختلط اللبن بخلاف جنسه؟ يعني اختلط اللبن بالماء افترض ان المراه أخذ منها لبن ووضع في هذا الكوب وبعدين هذا الكوب صب فيه ماء ثم جاء طفل صغير عنده سنة ونص لسه ما تفطمش والسنة ونص احنا قلنا ان مدة الارضاع سنتين قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين وابو حنيفة قال 30 شهر او حمله وفصاله ثلاثون شهرا اللبن دوت لبن ووضع عليه ماء فصار لبن مختلط بالماء جه طفل عنده سنة ونص مسك اللبن ده شرب منه طفل عنده سنه ونص بيرتضع لسه شرب من هذا الكوب اللي فيه لبن وفيه ميه فيه لبن وفيه عصير فيه لبن وفيه لبن بهائم لبن اللي بنشتريه من السوق ايه الحكم في هذه الحاله الاجابه ابنائي وبناتي ان الحكم في هذه الحاله للغالب الحكم في هذه الحالة الإيه؟ للغالب إذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب فإن غلب اللبن تثبت الحرمة وإلا لا تثبت الحرمة يعني إذا غلب الماء لا تثبت الحرمة السؤال التالي أبنائي وبناتي ما أنواع المحرمات بالصهرية يعني عن طريق المصاهرة على طول حتقول إن المحرمات بالصهرية أربعة ام الزوجه وبنت الزوجه زوجه الابن وزوجه الاب على طول كده تحفظها ام الزوجه وبنت الزوجه زوجه الابن وزوجه الاب تعالى كده علشان تحفظها معايا ام الزوجه بنت الزوجه زوجه الاب وزوجه الابن طب افرق بينهم ازاي كلهم بيحرموا بمجرد العقد زوجه الاب بتحرم بمجرد العقد زوجه الابن تحرم بمجرد العقد ام الزوجه تحرم بمجرد العقد بعدها واحده بنت الزوجه اللي هي الربيبه دي ما تحرمش الا بالدخول يعني ربنا بيقول ايه؟ وربائبكم سميت بالربيبه لانه غالبا بيقوم بتربيتها لكن هي تحرم وخلي بالك من كلامي كويس عشان لو جه في الامتحان هي تحرم حتى لو لم يقم بتربيتها هي تحرم حتى ولو لم تكن في حجره يعني لم يقم بتربيتها ولم تكن تسكن معه في نفس البيت قال تعالى وربائبكم التي في أم اللي ذكرت بلفظ الربيبة لأنه غالبا بيقوم بتربيتها وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يبقى زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة كل دول بيحرموا بالعقد ويبقى الربيبة فقط هي التي تحرم عن طريق الدخول لو دخل بالأم حرمت ابنتها ما دخلش بالأم لا تحرم ابنتها طب تعال ناخد سؤال كمان السؤال بيقول لي ما المحرمات عن طريق الجمع وما الدليل على تحريمهن الإجابة المحرمات عن طريق الجمع أولا الجمع بين أكثر من أربع نساء والدليل على ذلك قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع والدليل أيضا أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة كان متجوز من عشرة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسك منهن أربعا وأن يفارق الباقي طب السؤال التالي نقول النوع الثاني الجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين اما النوع الثالث ابنائي وبناتي من انواع المحرمات عن طريق الجمع فهو الجمع بين المراه وعمتها او المراه وخالتها او المراه وابنه اخيها او المراه وابنه اختها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت اخيها ولا على بنت اختها فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن. تعالوا كمان نسأل في المحرمات ونقول من النساء اللاتي يحرمن لتعلق حق الغير، من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن لتعلق حق الغير؟ الإجابة: أبنائي وبناتي، لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة متزوجة من غيره. ولا المعتدة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ملعون من سقى ماءه زرع غيره فتتعلق حق الغير رقم اثنين لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة حاملا من غيره إلا الزانية فيها خلاف عند الحنفية السؤال التالي أبنائي وبناتي ما الحكم لو تزوجها على أقل من مهر المراه هو اصلا في للمهر اقل واكثر اه تعال معايا الاول نبين الجزئيه دي ونفهمها كويس يعني ايه كلمه مهر المهر هو المال الذي اوجبته شريعه الاسلام على الرجل وجعلته حقا للمراه عند الزواج بها طيب المهر دوت لقيمه قال لي عند الحنفيه لا بد ان يكون مالا هو في عند غير الحنفية آه عند غير الحنفية ما اشترطوش كده إنما عند الحنفية اشترطوا أن يكون مالا واشترطوا أنه يكون لمقدار مقدار معين قد إيه عشر دراهم طب ما اللي قال لي أن ربنا قال سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم فأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم يعني علق هذا الحل وأحل لكم على الابتغاء بالمال فلا بد من وجود المال وطالما الشرع الحنيف قال ان فيه مال لابد ان يبينه وقد بينه النبي صلى الله عليه واله وسلم بقوله لا مهر اقل من عشره دراهم يبقى نرجع كده لاجابه السؤال ان اقل قيمه للمهر عشره دراهم او ما قيمته عشره دراهم. طيب افرض ان هو سمى لها خمسه دراهم والدراهم دي يعني ايه؟ الدراهم دي هنوزنها بالوزن دلوقتي ما هي الدراهم دي كانت من الفضه والدرهم كان يساوي أربع جرامات وربع تقريبا من الفضة فهنضربها بقى في 10 دراهم هيديني القيمة فإن سمى لها أقل من 10 دراهم فلها العشرة لأن العشرة لا تتبعض في حكم العقد وقال زفر لها مهر المثل لأنه سمى ما لا يصلح مهرا فصار كعدم التسمية يعني إيه؟ يعني فلنفترض كده إن المهر دوت مثلا العشر دراهم دول يساووا خمسة آلاف جنيه مثلا يعني فواحد قال ان المهر بتاعها الفين فابو حنيفه ومحمد وابو يوسف بيقولوا ان المراه دي تستحق الخمس الاف ليه بس هو قال اتنين قالوا اصل المهر لا يتبعض العشره لا تتبعض زي مثلا الطلقه لا تتبعض لو قال لها انطلق نصف طلقه يبقى طلقه كامله كذلك لو قال لها ان المهر بتاعك الفين وهي وافقت يبقى المهر كام خمسه الاف ده بافتراض ان العشر دراهم يساوي خمسه الاف مثلا يعني طيب فلنفترض ان احنا هناخد على راي زفر، زفر قال لا لو سمى اقل من 10 دراهم كانه ما لهاش مهر اصلا. يعني ايه ما حددلهاش مهر؟ المراه التي تزوجها زوجها من غير ان يحدد لها مهرا، الشرع قال ان النكاح صحيح بس هنعمل لها احنا حاجه اسمها مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها زي اختها وزي عمتها وزي خالتها وما شابه ذلك فنديها قد ايه؟ مهر المثل ده راي زفر، يبقى زفر بيقول مهر المثل وابو حنيفه بيقول انها تستحق 10 دراهم ده بالنسبة لمين؟ للمرأة التي سمى لها أقل من عشرة دراهم. طب تعالوا كده نشوف في بعض الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان بتبقى مختلفة شوية، بتبقى أسئلة تعليل يعني مش بيسألني سؤال مباشر، يقول لي لا أنا هجيب لك الحكم وأنت تجيب لي العلة. تعالوا كده نشوف الأسئلة دي. علل لما يأتي من الأحكام، علل لما يأتي من الأحكام، إحنا هنجيب لك الحكم وأنت تجيب التعليل. شوف الحكم الأولاني. يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله يجوز أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان له من كانت كان لها من قبله من قبله التعليل الإجابة لأنه لعدم وجود قرابة بينهم دي رتبوها أبوها فما فيش قرابة فلا يحرم الجمع طب تعالوا ناخد حكم تاني لا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدتها ليه؟ هنقول له التعليل لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ملعون من سقى ماءه زرع غيره ولان ذلك يؤدي الى اختلاط الانساب لتعلق حق الغير ايضا. طب مساله كمان نكاح المتعه باطل. التعليل لان الله تبارك وتعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وهذه ليست زوجة لعدم أحكام الزوجية من الإرث وقد صح أن عليا كرم الله وجهه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية طب تعالوا ناخد الحكم رقم ثلاثة الحكم رقم أربعة الحكم رقم أربعة بيقول لي أن النكاح المؤقت باطل عند جمهور الحنفية احنا عارفين أن زفر قال أنه هو صحيح ولكن يلغو الشرط هنقول له هو باطل لأنه أتى بمعنى المتعة والعبرة للمعاني ولأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لجهة المتعة طيب ناخد المسألة رقم خمسة افرض قال لي لا يجوز لشخص واحد تولي طرفي عقد النكاح عند زفر ايه العلة اللي استدل بها الإمام زفر الإجابة أبنائي وبناتي أنه لا يمكن أن يكون الواحد مملِكًا وممتلكًا في نفس الوقت. طيب ناخد كده مسألة كمان: تجب المتعة على الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول ولم يكن حدد لها مهرًا. تجب المتعة على الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول ولم يكن قد حدد لها مهرًا. الإجابة لأن المتعة تقوم في هذه الحالة مقام نصف المهر وهو خلف عنه ولا تزاد المتعة عن قدر نصف مهر المثل ليه لا تزاد المتعة عن قدر نصف مهر المثل الإجابة لأن النكاح الذي سمي فيه المهر أقوى فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصف المهر لا يجب في الأضعف بطريق الأولى المسألة التالية: يا أبنائي، يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من أن يسافر بها زوجها حتى يعطيها مهرها. الإجابة أن حقه قد تعين في المبدل، فوجب أن يتعين حقها في البدل، اللي هو المهر، تسوية بين الطرفين الزوج والزوجة. المسألة التاسعة يجوز لصبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدرى من هو أن يتزوجها رجل من أهل تلك القرية لأن إباحة النكاح أصل والأصل أبنائي وبناتي لا يزول بالشك الإجابة لأن إباحة النكاح أصل والأصل لا يزول بالشك طب تعالوا ننتقل أبنائي وبناتي إلى نوع آخر من أنواع الأسئلة إنه بيقول أكمل العبارات الفقهية التالية بما يناسبها ينعقد عقد النجاح بلفظين إيه؟ برافو إما بلفظين ماضيين أو بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل طيب المسألة اللي بعديها يكون إذن البكري بإيه؟ برافو يكون إذن البكري بالصمت طيب من زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حايض ها؟ الإجابة تزوج كما تزوج البكر طيب تعتبر الكفاءة في مين؟ برافو في الرجال للنساء للزومه في حقهن تعالوا نكمل الدليل على اعتبار الكفاءة احنا عندنا بعض الفقهاء ما بيعتبرش بالكفاءة انما الحنفية بيعتبروا بالكفاءة الدليل برافو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء طيب تزوجت من غير كف وقبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة، يعني من غير إذن الولي، وهي الولي لما عرف قبض المهر أو جهز به. الإجابة أن ذلك يعد موافقة لأن ذلك تقرير للنكاح. طيب مسألة كمان، تزوجت من غير إذن الولي، فلما علم الولي سكت. الإجابة لا يكون السكوت رضا. حتى وإن طالت المدة ما لم تلد لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله طيب حكم انعقاد النكاح بشهادة النساء والسبب في ذلك والدليل على ذلك الإجابة أبنائي أن النكاح بشهادة النساء جائز طالما رجل وامرأتين العلة في ذلك اعتبارا بالشهادة على المال والدليل قوله تعالى واستشيروا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء آخر سؤال هناخده يا أولاد قارن قارن بالدليل بين الحالات التي تستحق المرأة فيها جميع المهر والتي تستحق فيها نصف المهر والتي تستحق فيها المرأة المتعة والتي تستحق فيها المرأة مهر المثل والتي يسقط فيها المهر كله وما يصح ان لا يكون مالا هل يصح ان لا يكون مالا وما الاصل فيه ابنائي تعالوا كده مع بعض نشرح الكلام دوت باختصار علشان وقتنا قارب على الانتهاء احنا عندنا المهر اوجبته شريعه الاسلام على الرجل وجعلته حقا للمراه عند الزواج بها بس بنقول ان المهر متى تستحق المراه جميع المهر انا عندي علشان سيادتك تحفظها وما تنساهاش عندي تقسيمين مهمين جدا عندي هل هذا الشخص حدد لها مهرا ولا الشخص ده ما حددش ليها مهر واذا كان حدد لها مهر ليها مهر دخل بها او مات عنها وبرضه لو ما حددش ليها دخل بها او عنها طيب حدد لها مهرا ممكن يكون هذا الشخص طلقها قبل الدخول وبرضه اللي ما حددلهاش مهر انطلق قبل الدخول انا عندي هو حالتين حدد لها مهرا او لم يحدد لها مهرا وكل واحد فيهم اما دخل بها او مات عنها او طلقها قبل الدخول دخل بها او مات عنها او طلقها قبل الدخول طب ناخذ الاولى حدد لها مهرا واحد عقد على زوجته عقدا صحيحا وحدد لها مهرا ودخل بها او مات عنها تستحق جميع المهر طيب لو طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر طيب النوع الثاني لم يحدد لها مهرا عقد عليها ولم يحدد لها مهرا دخل بها أو مات عنها تستحق هذه المرأة مهر المثل طيب لو طلقها قبل الدخول تستحق المتعة طب إمتى المرأة دي يسقط المهر تماما لو حدثت الفرقة من جهة الزوج من جهة الزوجة بسبب هو معصية من هذه المرأة يعني مثلا هذا الرجل لم يدخل بهذه المرأة حدد لها مهرا ولم يدخل بها ولكن حدثت الفرقة بينهما لأنها ارتدت مثلا عن الإسلام، في هذه الحالة لا تستحق هذه المرأة شيئا من المهر، إنما لو دخل بها أو مات عنها تستحق جميع المهر حتى ولو ارتدت عن الإسلام، حتى ولو غيرت دينها، حتى لو حدث ما حدث، طالما أنه دخل بها أو مات عنها. يبقى يا أبنائي أن نخلي بالنا أن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح تساوي الدخول تماما بتمام، فلو أنه عقد عليها وخلى بها خلوة صحيحة تستحق المرأة جميع المهر، والخلوة أن يكونا معا في مكان يأمنان فيه عدم اطلاع الناس عليهما أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أشكركم على حسن استماعكم حياكم الله ورعاكم ولكل خير أبقاكم ومن كل شر نجاكم وفي الحلقة القادمة نراكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته